السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله نلقاكم ديما بالف خير. الحصه ديال اليوم ان شاء الله جلابه، اللي غتكون زوينه، اللي تتكون قصيره. بامكانكم ديرها طويله، لكن هي قصيره تجي زوينه. لبسوها مع السروال، لبسوها في البرد مع لي بوت، يكونوا طويلين، تجي رائعه. يعني تتلبس في جميع الاوقات، يعني في البرد ولا في الصيف ولا بالليل ولا بالنهار، فين ما لبستها تجي كلاس في اللبسه ديالها. وكما قلت لكم، ممكن ديروها في مليفه شويه سخيخنه، وفي البرد تلبسوها مع لي بوت يعني طويلين، او اللي ديروها في الصيف تلبسوها مع بونطالون، تجي زوونه في اللبسه ديالها. واللي ما دارش الفولاغ راه يلبسها هي بوحديتها. يلا مرحبا. اول حاجه غادي نبداو بها هما القياسات. ايبول مونش، يعني الكتاف مع الكمام ملاقين. ايبول مونش 70 كل وحده، وشحال ما عندها في ايبول مونش ديالها. راني فايت ووريتكم ايبول مونش. الربع ديال لا بواتخين 26، الطول درنا 100، يعني على حساب الطول تختاري انت الطوله اللي بغيتي. بالنسبه للتوب ديالنا تيخصك تجيبي الطول في جوج، يعني الطول اللي اختاريتي عندك 100 غتجيبي 2 متر عاد زائد القب. شوفوا معايا انا هاني قطعت القب، خليته افاخ، هذا القب هو قطعته، وهنايا هي 2 متر وطويتها على جوج باش عطاتني هنايا 100. ها هو التوب مسدود من هنا والتوب مسدود من هنايا، نتمنى يكون واضح. اول حاجه غادي نحسب ا بي، ا بي اللي هي الربع 26 زائد 1 27، غادي نسطرها حتى لتحت باش غتبان لي 27 سنتيم. نلاقيها بالمسطره، يعني الربع زائد 1. تندير لكم لاكري باين غير باش يبان لكم التخاصاج، نتوما حين تبغوا تفصلوا ديروا شي لون اللي ما يوسخ لكم الشتوم. بون صحفه. من بعد ما بينت ا بي اللي هي 4 زائد 1، غادي نجي لهنا نحسب 9 ديال القب، 9 ونزل بسنتيمونس، نجيبها دايره 1.5 وهنايا 9، واضح. نحسب ايبول مونش اللي هي 70. ايبول مونش شوفوا معايا منين تنحسبها، من الحد ديال التوب من هنا 70 سنتيم زائد 1 هي 71 سنتيم، واضح. فايتلي ووريتكم لوبيست. لوبيست هو من هنا الحزام ديالنا، فين تتحزم المراه تنحسب كل وحده وحسابها. انا غادي ندير 40 سنتيم، شوفوا معايا 40 سنتيم، ها هي لوبيست ديالنا هو هذا. وغادي ننزل هنايا ب 6 سنتيم، نزلت ب 6 سنتيم وغادا نسطرها. ندير زاويه قائمه باش غادي نسطرها كامله على هذا الشكل، واضح. نسطر هاد النقطه ديال 70 زائد 1. هنا حسبت ايبول مونش اللي هي 70 زائد سنتيم ديال الخياطه اللي هي 71، ومن بعد حسبت لوبيست وزدت 6 سنتيم وسطرتها نيشان، يعني على هاد الشكل هذا، واضح. من بعد شوفوا معايا اول حاجه غادي نحسب هنايا 12 سنتيم، هنايا 12 سنتيم، ونجيبها نقوسها هاك. شوفوا معايا هنا 12 وهنا 12 وجبتها دايره، واضح. هنا نزلت ب 6 سنتيم، هنا غادي ننزل عاوتاني ب 6 ومن لتحت ب 10 سنتيم. شوفوا معايا هنا 10 وهنايا 6 سنتيم، وغادي نلاقيها. بون صحبه، واضح. نقوس هاد البلاصه غير شويه هكا على هاد الشكل، غير مقوسه، شوفوا معايا تتمشي ريشه. ما ننساش الدوره ديال الجلايل، كنقول لكم ديما دوره الجلايل على هاد الشكل هكا، يعني باش ما تيجيوش طايحين للارض. شوفوا معايا مزيان. من بعد ما حسبت ا بي اللي هي 4 زائد 1 وسطرتها، حسبت هنايا 9 1.5، من بعد حسبت ايبول مونش اللي هي 70 زائد 1 71، حسبت لوبيس ديال المراه اللي هي 40 وزدت 6 سنتيم، لقيتها نيشان. حسبت هنا 12 سنتيم، 12 سنتيم. من بعد هربت على الربع زائد 1 اللي هو 27 ب 6 سنتيم، ومن الجلايل ب 10، يعني تتمشي شكل ايفاز على هذا الشكل. شوفوا معايا مزيان من غادي نقطع، غنبدا لكم من هنا. بسم الله، وندور مع الدورة ونمشي عاود مع قويصة ديال هنا،
تاعهم بزاف، الدجاج ليلي رائعة. شوفوا معايا، ما ننساش نقطع هاد الدورة هادي، واضح. شوفوا معايا التقويرة ديال الظهر، غنقطعها، نهز الظهر، من بعد نحسب 9 سنتيم، نخلي واحد رمس ونحسب 9 فين ما جات، واضح. ونحسب ندير نستوق اللي بغيت، يعني على حسب نستوق اللي بغيت، 30 36، داكشي اللي بغيت في نستوق. انا ما غاديش ندير نستوق، غندير غير واحد الشقيقه صغيره، نتوما لكم الاختيار، غير ديالكم لكم الاختيار، حيت غادي نبتها. بون صافي، شوفوا معانا دابا الجلابه كيفاش هادشي. انا نقبطها لكم بالفنايل باش تبان لكم، شفتوا معايا تجي على هذا الشكل. انا غادي نقبطها بالفنايات. اول حاجه غادي نجي لهنا باش نوريكم السفيفه فين تتكون والخياطه فين تتكون. انا غنقبط غير هاد الجنيبات، نخلي الكمام غير هاد الجناب تحاته، غير الجناب، غير من لوبست لتحت هي اللي غادي نقبط بالفنايات. نمشي هالفرع عاوتا هي، يعني هي الجناب، ندير الفنايت باش عاد يبان لكم الموديل، تيجي رائع البنات في اللبسة ديالو. ديرو في ثوب البرد، إي ما يكونش غليظ بزاف، راه كاينة مليفة سخيخنة ولكن رطيطبة، داك الثوب الغليظ بزاف راه ما تيجيش. نقبط الجناب، من بعد ما خيط الجناب غادي نقلب الجلابه ديالي. بون صافا، شوفوا معايا مزيان، ندير هاد الجنب هو الاول، هادو هما الجناب، شفتوا معايا هذا هو لكم. هنا تتخيط هاد البلاصات، يدوز هنا الترسان، هنا تيبقاو مفتوحين، تدوز هنا الترسان والسفيفه عليهم كاملين، تيبقاو هكا محلولين، ولكن تتكون واحد الخياطه يعني طالعه هنايا، خياطه اللي تتجي مايله على حسب كل وحده ولا بواتخين ديالها. انا غندير على الماركه هادي، تديروها يعني حتى التالي باش يعني هنا الجناب ديالنا ما تيجيوناش عريانين، تجي رائعه البنات. وهاد الخياطه اللي تتكون راه بامكان الخياط ولا نتوما اللي غتخيطوها تديروا لها ديكوراسيون ديال الخياطه، تنخليو غير ثمن اليد اللي تخرج. نفس الطريقه للجهه الاخرى، كما قلت لكم هنا السفيفه والطراسن تيبقاو محلولين، والخياطه تتجي فوق الوجه ديال الثوب على هذا الشكل، تنخليو غير ثمن الدخله ديال اليد. نتمنى يكون واضح. غادي نلبسها لكم المانكا، واخا درت القياس يعني كتر من المانكا ماشي مشكل، غير باش يبان لكم الموديل. من بعد فاش نلبسها المانكا عاد ندير القبيب باش تبان لكم. بون غنحيد المانكا، معايا كتيجي الموديل، تيجي رائع هنايا فاللي قلت لكم، يعني فاش نهزو يدينا يعني يدينا تتخرج من هنا، ولكن هنايا الجناب تيبانو مغطيين، تجي رائعه البنات الجلابه. شوفوا معايا عاد نركبلها القب، شفتوا تجي رائعه هاد الجلابه البنات، تجي على حسابي هاد الجلابه تجي فنه في اللبسه، وهي بالنسبه للثوب تتغير على حساب الثوب ديالها، تتجي للبرد وتتجي للصيف وتتجي للربيع ان شاء الله. القبيب عادي هي باش نوريكم، نديرو شويه كبيبر، ندير فيه 46 على 34، بغيتو يجي كبير،
هنا 10 سنتيم، انا غنزرب فيه لان ديجا درت لكم سميتو القبيب، وتنحسب تقوارات الامام زائد الوراء تقريبا تجيب لنا الاغلبيه 26 سنتيم، ونسترها نيشان. زربت في القب لان القب راني عطيت لكم بزاف ديال المرات، انا هنا غير باش نوريكم الموديل. شوفوا معايا البنات كيفاش نقطعوا القب، الا كان الثوب شويه غليظ شويه حفروا هذا بسنتيم باش ما تيجيش مخنش من الظهر ديال العنق ديالنا، واضح؟ بون غادي نقبطوا بالفنايت باش نلبسوا الجليليبه ديالنا. البنات جات جلابه رائعه. يبان لكم الموديل تيجي زوين، تنتمنى تطبقوا كاع الموديلات. راه الموديل اللي عطيتكم موديل تينسيف موديل، يعني موديل ماشي بحال موديل اخر، وان شاء الله دائما غنعطيكم الجديد، ودائما ان شاء الله غنعطيكم موديلات اللي ما غاديش تلقاوهم عند كل شيء. نشد الفنايات غير باش يبان لكم. بون هاد الجليلبات ما تتلقاوش الاغلبيه اللي تيديروا جليلبات، تبارك الله ما شاء الله حتى هما عندهم داكشي زوين، ولكن الموديلات ماشي كلشي تتلقى عنده موديلات. بون غير باش يبان لينا، شوفوا معايا بالنسبه للظهر كيفاش تجي، شوفوا الموديل، شوفوا الموديل كيفاش تجي في الظهر على هذا الشكل، تتكون كلها بالصفيفه اللي بغى، الا كانتو سامبل ولا شنو بغيتو تذوقوه ماشي مشكل، تيجي على هذا الشكل هذا في القدام. شفتوا معايا تجي على هذا الشكل رائع البنات، تجي جليبيبه رائعه في اللبسه ديالها، وبالصحه والراحه. ونتمنى ان شاء الله هذه الحصه تكون عجباتكم، ونتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا، والى اللقاء ان شاء الله الحصه الماجيه ان شاء الله. مع السلامه.